السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله هنعمل قوارب البطاطس باللحمة المفرومة وكمان بالكريمة، طريقة حلوة قوي وجميلة للبطاطس، ان شاء الله تعجبكم. اول حاجة هعصج اللحمة، هجيب معلقتين كبار من السمنة واربع بصلات مفرومين هفضل اقلب فيهم مع السمن على النار لحد ما يدبل البصل. شايفين كده هنا البصل دبل، هبتدي ان انا اتبله بربع معلقة من الملح وربع معلقة من الفلفل الاسمر، وارجع تاني اقلب البصل. مجرد بس تقليبة بسيطة وهبتدي اضيف اللحمة المفرومة. انا هنا استخدمت نص كيلو من اللحمة المفرومة، هبتدي اقلبها مع البصل وافككها شوية لان اللحمة المفرومة بتبقى ماسكة نفسها شوية. هبدأ أقلب اللحمة بالبصل لحد ما اللحمة كلها هتبقى كلها لون واحد، لغاية لما يكون لونها كله لون بني، وكمان البصل هنشوف ان هو اختفى كمان مع اللحمة. هبتدي بقى أتبلها، أتبلها معلقة كبيرة من الملح، ربع معلقة كبيرة من الفلفل الأسمر، ومعلقة كبيرة من البابريكا، ربع معلقة كبيرة من جوزة الطيب، وأقلبهم كويس مع بعض. كده خلاص اللحمة اتعصجت وبقت جاهزة، هخليها دلوقتي على جنب لحد ما نيجي وقت الحشو. أنا هنا استخدمت 5 حبات من البطاطس، هبتدي أنا أقشرهم. هنقطع البطاطس بالطول، الحتة دي بقى مهمة، المهم ان احنا نعمل لها قاعدة من تحت، فهنقطع من البطاطس عشان لما نيجي نحطها في الصينية تقدر ان هي تكون ثابتة. هجوف البطاطس من جوه بالمعلقة، ومش عايزين يكون البطاطس حجمها كبير قوي، لا سميكة ولا رفيعة. نشفها بالمناديل كويس. انا كده خلاص خلصتهم كلهم، وابتدي احمرها في الزيت. اللي ما بيحبش يحمر البطاطس في الزيت ممكن يستغنى عن التحمير بانه يسلقها نص سلقه في ميه بملح، بس اهم حاجه ما تكونش استوت، لازم تكون نص سوا بس، ويبتدي يطلعها ويصفيها ونبتدي نكمل عادي الخطوات. كده خلاص البطاطس اتحمرت ولونها كده كويس قوي، ابتدي احضر الحشوه. اول حاجه جبت فلفل الوان متقطع، جبت هنا نص حبه من كل نوع فلفل، جبت الاخضر والاحمر والاصفر، من كل واحد نص حبه بس، وكمان جبت كميه بسيطه من الجبنه الموتزاريلا. وضفت عليهم اللحمه المفرومه المتعصجه، هنقلبهم كويس مع بعض. وده شكل الحشوة. هبتدي ارص حبات البطاطس المتحمرة في صينية الفرن.
هبتدي احشي البطاطس بالحشوة اللي عاملينها. تعالوا بقى نحضر خليط الكريمة اللي هنسقي بيه البطاطس. أول حاجة جبت علبة 250 ملي من كريمة الطبخ اللي هي الويبنج كريم، وحطيت معاهم 2 مكعب من مرقة الدجاج، ربع معلقة من الفلفل الأسمر، وكوباية من اللبن. هنقلبهم كويس أوي مع بعض لغاية بس ما يسخنوا. هبتدي اضيف الكريمة على البطاطس، انا عايزة اغطي البطاطس كلها بالكريمة. الكريمة بتدي طعم حلو قوي في الاكل، وعايزة كمان يكون معاها شوية من الصوص علشان اللي عايز ياكلها مع الرز فيكون فيه صوص. هنحطها في فرن متوسط الحرارة لغاية بس ما وشها يبتدي يحمر شوية صغيرين. اول ما وشها بدأ يحمر حبة طلعتها خلاص من الفرن. شايفين شكلها؟ انا هنا قدمتها مع الرز بالشعرية. شايفين مستوية ازاي؟ التحمير خلاها تستوي اسرع في الفرن متاخدش وقت طويل، لان كمان اللبن والكريمة بحس ان ما بيحبوش قوي النار، بيكون احسن حاجة بنحطهم ياخدوا غلوة وقت قليل وعلى طول يطلع من الفرن. شايفين بتقطع ازاي بسهولة ومستوية وما خدتش وقت خالص مني في الفرن، تقريبا ما خدتش اكتر من 10 دقايق. وبألف هنا وشفا، يا رب تكون الوصفة عجبتكم ونتقابل تاني في وصفات كتير.